빨리 서울까지는 다시 알아달라지면 얼마 تمام ما عرفت كاين شي حاجه وانا ما عرفت واش عارفه ولا ما عرفتش والله ما عرفت شي حاجه لا تكفى شكرا لا الناس ما تدريش شوف يا علاش خويا 8 مارس كاين واحد الحاجه في 8 مارس بغينا نسولو بها خويا لا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك Ça s'est bien passé déjà? Oui, il était bien passé. Vous avez fait combien de fêtes avec les associations? Oui. Donc, bon, nous aussi, nous c'est les artistes, nous, on est un groupe où il y a les artistes, il y a les rappeurs, il y a. Et nous, pour moi particulièrement, j'ai fait la fête avec les femmes ou dans les associations. Oui, on a fait la fête, mais pas ici à Rabat, on a voyagé à Dakar. À Dakar? Oui. Comment c'est à Dakar? C'était en ensemble ou bien? Non, non, ensemble avec les femmes marocaines. Les femmes marocaines? Oui. À ce moment, on oublie la discrimination, pas de racisme, rien. Non, 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 c'était très bien, mon passé. Je ne sais pas. شنو كتعني لك المرأة؟ المرأة فيها الوالدة والوالدة هادشي الحياة كلشي مزيان الحمد لله بنات مزيان القراية والعمل دابا انت كتشوفي كاين المساواة بين المرأة كاين واحد الحاجه كتكون في 8 مارس اللي كان المرأة شنو باش بغيت نقول المرأة شنو المرأة بالنسبة لي الإنجاز ديالها في الحياة هي كلشي هي كلشي المرأة هي المرأة فيها بزاف فيها المرأة الأم الأخت بزاف مناضلة بزاف المرأة بالنسبة لك كاينة المساواة بين المرأة والراجل باقا شوية بحال شنو الأمور بزاف بحال هكا بزاف بقى محطمة المرأة بقى محطمة بزاف كاينة واحد الفئة دايرة الإنجازات ديالها محقة محقة كنشوفو حاليا المرأة راه كتوصل شي حوايج ما كنقدرش نوصل ليهم كاينة واحد الفئة
كاع المراه هي اللي هازه الدار وهي اللي كتربي الدراري. شنو كتقول لي المراه وشنو كتعيش المراه بالنسبه لك كاع في الجزائر؟ المراه يعني راه ولات بحال الرجل، ولات مكافحه برا الداخل كنقولها زيدي مزيان وراها ماشيه في شكرا انا خمسين الله يحفظك الله يعافيك شكرا اوليدي كي دايرين بخير الحمد لله لاباس كي دايرين لاباس الحمد لله على هذه الساعه اوليدي الله يجعل البركه في سيدنا بغينا نسولك على العيال اش كي كانوا في القديم الحمد لله ولله الحمد وليدي الحمد لله ولله الحمد خدنا وليداتنا الله يخليهم لينا الله يجازيهم بخير الله يطول العمر سيدنا عليها ساعة الحمد لله الحمد لله ولله الحمد الحمد لله وليدي الحمد لله سيدنا الحمد لله في الجوامع ولا في القرايا في المعاملة الحمد لله وليدي ولله الحمد بحر الله بحر الرجل الحمد لله ولله الحمد الله يجزيكم بخير الله يطول عمركم حتى انتم شكرا الله يطول عمركم لا 8 مارس لك جواب عندكم شي فكره على 8 مارس واحد C'est quoi le 8 mars, c'est quoi le 8 mars? Le 8 mars, c'est la journée de célébration des femmes. C'est pas que la fête, c'est la célébration, c'est une journée de réflexion. Et c'est pas que pour les femmes, c'est de notre côté, on peut réfléchir avec elles. C'est ça le 8 mars. Pas femme, pas d'âme. De nouvelles perspectives pour le grand monde de demain. De nouveaux mondes, de nouveaux modes de pensée. C'est ça, à mon avis. Et quelqu'un peut compléter la question. مازال كيميزوا ما بين الراجل والمراه بالنسبه لك بخير الحمد لله مزيان شكرا بزاف لا ماشي مخاري وهي اللي كلشي والراجل ما كيدير حتى شي حاجه واش نتبغي تقولي الراجل ولا الله يهديهم نبغي نقول له راه هو اللي خصو يهز المسؤوليه هو اللي خصو يكون راجل في الدار هو اللي لا عاش ما نقولش ماشي راجل شحال هادي ماشي ولكن خصو يكون احتراماتي وبصح النيت دابا الا قالوا المراه راه خصهم يواسوا وليت تنشوف دابا المراه اللي هم في المسؤوليه المراه ولات هازه المسؤوليه الراجل ناعس علاش علاش ولا بخيل لهاد الدرجه ما فهمناش حتى حنا فروسا يعني رجوله ما بقاش دابا نعطيك غير مثال في الطوبيس الرجال تيدفعوا العيالات تلقاي راجل جالس وكيشوف مراه ما كيهضرش خليها بعد عاد طلع ما هذيك ما هضرناش عليها خليها غير تطلع فعلا المراه وصلات فعلا وصلت المراه بزاف د الحوايج المهم شكرا بزاف وسمحوا لي ماشي مشكل ماما افريكا يا